كنت عارفة لها طريقة وكيفية حل مشكل انستغرام، حدث مشكل في طلبك. نقوم بالضغط على ضبط الاعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط على تطبيقات، بعدها سوف نقوم بنزول الى الاسفل والضغط على انستغرام خاص بكم، من ثم سوف نقوم بالضغط على ايقاف الاجباري، سوف نضغط على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط على مكان التخزين، سوف نضغط على مسح التخزين المؤقت، من ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل الهاتف خاص بكم، وبعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن انستغرام خاص بكم. سوف يظهر على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم انستغرام. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك.